تعطيل الدراسة وإلزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، دي إجراءات ممكن اللجوء إليها مع أكتر من 20 إجراء تاني حال تفشي ومتحور كورونا الجديد والتعامل مع أي وباء. أهلا بكم في نشرة جديدة من تلفزيون الوطن. قلق كبير وتخوف من المتحور الجديد لفيروس كورونا EG5 على الرغم من تطمينات وزارة الصحة، والقلق ناتج عن سرعة انتشار المتحور الجديد وإصابة العديد من الأفراد به في مختلف دول العالم، خصوصا أن أعراض متحور كورونا الجديد بتتشابه مع أعراض COVID-19 العادية، وهي احتقان في الحلق والسعال والرشح وارتفاع درجة حرارة الجسم والألام في العضلات والأنف والأذن. ومع القلق ده ناس كتير جدا بتسأل هو إيه الإجراءات اللي يمكن اتخاذها في حال تفشي متحور أوميكرون الجديد حول العالم ووصوله لدرجة وباء. في مصر بيكون التعامل مع مثل هذه الأوبئة عبر قانون الإجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، واللي حدد أكتر من 20 إجراء للتعامل مع الأوبئة وحال تفشي متحور كورونا الجديد. تتمثل هذه الإجراءات في أول حاجة وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور، تعطيل الدراسة مدة محددة جزئياً أو كلياً بالمدارس والجامعات والمعاهد، تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة والأمر بإغلاق بعضها أو كلها، تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات، تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات، تنظيم أو حظر استقبال الأندية لروادها، تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل الجماعي العام والخاص، إلزام المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية الصحية زي الكمامة واللقاح، تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً أو تقسيطها، مد أجال تقديم الإقرارات الضريبية، تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام وخدمات الدولة جزئياً أو كلياً، تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات، كمان تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو حتى المنتجات، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وقف سريان مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، تحديد طريقة جمع التبرعات لمواجهة الأزمة وقواعد الإنفاق منها، تحديد كمان أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع الاستغلال، أيضا فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، تخصيص مقررات المدارس ومراكز الشباب والشركات وغيرها من الأماكن لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة. دي طبعا كلها الإجراءات اللي حددها القانون واللي هيكون اللجوء إليها لو لقدر الله انتشر الوباء للمتحور الجديد. لكن خلونا نطمنكم أنه الحمد لله في مصر وفقا للي أكده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس للشؤون الصحية، لم تسجل مصر حتى الآن أي إصابات بمتحور أوميكرون الجديد EG5، موضحا أن منظمة الصحة العالمية صنفت EG5 على أنه متحور جديد يثير الاهتمام لأنه بينتشر أكثر من المتحورات الأخرى، بمعنى أنه بينتشر وبيصيب عدد أكثر من الأشخاص. دمتم سالمين وبخير، وشكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.